انا عبد الله بوصحيب، مولا جوج وليدات. كنمارس المهمه ديالي امام وخطيب ومؤذن بالمسجد. حاليا تخليت لاجل واحد السيد يعني كيهددني. يعني السبب شنو هو؟ وهو يعني الماده، الفلوس. يعني سلفت له الفلوس 3 الملايين، 3 المليون ديال السنتيم. يعني كانت شي حاجه بيناتهم هو ومراتو على شي كريدي كيتساليها، جا عندي قال لي غتعطيني 3 المليون. فعلا عطيتو 3 المليون. فاش بديت كنطلب له انا زيرت عليه، مشيت عنده وعاود مشيت عنده، قال لي شوف راه ما عنديش. عاود مشيت عنده قال لي غنعطيوك الشيك فيه 6200 درهم، والشيك في السميه ديال المراه. قلت له واخا، قال لي هاك المهم اسير تيريه، يعني وقعوا لي وعمروا لي. ومشيت باش نتيريه، ما بغاوش، ما لقيتش عنده الرصيد يعني في البنكه هذيك هي. رجعت قلت له ودي راه ما كاينش في داك الشيء. قال لك ايوا من بعد من بعد من بعد. واش فهمت؟ واش فهمت؟ الى اخرها. من مور داك الشيء وقع نزاع بينه وبين مراته، ولا غير داروها يعني فخ، باغيين يطيحوني فخ. مشات مراته يعني في العيد الصغير، مشات هزات حوايجها وزادت، او الله اعلم واش داتهم ولا ما دات، الى اخرها. هذيك هي. جا من مور داك الشيء بدا كيهددني، كيقول لي انت اللي خرج لي على الزوجه ديالي، انت اللي فرقتنا، انت يعني بالتشعويد، يعني بزاف المسائل. وقال لي غادي نقتلك. بدا كيهدني في التليفون، وكيهدني في الاوديوات، وكيهدني يعني بان ما هو انا مشعويد. هذا هو اللي كاين اخويا. انا كنطلب من يعني من المغاربه داخل الوطن وخارج الوطن يعني يتعاونوا معايا في هذه القضيه هذه، في هذا السيد. هذا السيد يعني باغيين ينصبوا عليا، نصبوا عليا، ماشي باغي عاد باغيين ينصبوا عليا، نصبوا عليا يعني في 3 الملايين. دو في التالي شنو قال لي؟ قال لي غنخسر عليك مليون اخرى وغادي ندخلك للحبس. علاش؟ بتهمتي الخيانه الزوجيه. هي ما كايناش، هي اللي ما كايناش. فتالي قلت له شنو قلت له انا؟ قلت له اخاي اللي بغيت ديرو، بغيت ترفع دعوه سير ارفع دعوه، انا غنواجهك في المحكمه.